فينا من المغرب. مهندس أحمد كريم سلمان من العراق. كنت محتاجة فعلا مساعدة ومساعدة. أن أقدم جزيل الشكر للقناة. شكرا من كل قلبي لقناة منحمة كل الألوان. امتناني لمصداقيتها. كرمال هيك أنا بحب أشكر أصحاب القناة، بحب أقول لهم شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى رب تكونوا بخير وبصحة كويسة. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هنتكلم عن فرصة ممتازة جدا، بس قبل ما أتكلم عن الفرصة دي حاب أوضح لدي قناتنا قناة منح من كل الألوان، وعليها فرص منح كتيرة جدا، بالإضافة كمان إن ده الويب سايت الرسمي الخاص بينا، وهتلاقوا أيضا عليه فرص منح عديدة، فياريت تتصفحوا القناة والويب سايت عشان توصلكم المنح الدراسية، وكمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس الصغير ده عشان كل المنح والفرص توصلكم فور نزولها. طيب خلينا نبدأ على بركة الله ونتكلم عن منحة النهاردة. بالنسبة لمنحة النهاردة يا جماعة هي منحة مميزة جدا، وهي فرصة لحضور برنامج صيفي في تركيا، وهذا البرنامج ممول بالكامل ومتاح للجميع. طيب خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر. الدولة اللي هيكون فيها هذا البرنامج هي دولة تركيا، تمام، هيكون في مدينة أنطاليا، تمام، ودي طبعا من أحسن وأفضل مدن كمان في تركيا. الجهة المانحة اللي مقدمة هذا البرنامج هي اسمها ICYF Volunteer Camp، تمام، ده عبارة عن مخيم صيفي لعمل تدريبات يعني لتبادل الثقافات بين الأشخاص. طيب بالنسبة للمرحلة الدراسية الموجه ليها الفرصة دي، الفرصة دي متاحة لجميع المراحل الدراسية من طلاب وخريجين ودبلومات، يعني سواء انت طالب خريج دبلوم اي شيء بتقدر تقدم على هذه الفرصة، لانها برنامج تدريبي وليس منحة دراسية، تمام. طيب مدة البرنامج ده، البرنامج ده مدته منقسمة لفئتين. فئة الشباب هتنضم لهذا البرنامج من 12 حتى 17 يوليو 2021 في تركيا، هيكون هذا البرنامج تمام مدته 5 ايام، يعني تقريبا هنقول زي اسبوع مدة هذا البرنامج للشباب من 12 ل 17 يوليو. للفتيات او للبنات هيبدا من 5 الى 10 يوليو، تمام، دي مواعيد او مدة البرنامج. بالنسبة لأهداف التدريب والعمل، التدريب ده انت تستفاد منه ايه، او البرنامج ده انت تستفاد منه ايه؟ طيب بيقول لك بيهدف معسكرات المتطوعين اللي هو الاي سي واي اف الى تحقيق الاهداف التاليه. اول حاجه تمكين المنظمات الشبابيه الرائده في اداره التطوع، بيخليك ازاي تعرف تدير تبقى مثلا احد المتطوعين، او ازاي منظمات التطوع بتشتغل في هذا المجال. كمان تعزيز قدرات المتطوعين الشباب من خلال التدريب التفاعلي، بيعزز قدراتك ازاي انت تندمج في المجتمع التطوعي وانك تشارك في يعني المجتمع بافكار جديده. كمان تعزيز حقوق الانسان للمتطوعين خلال الازمات الانسانيه وخلال التربيه المدنيه وحقوق الانسان، وبيعرفك على مجالات تانية كتير، حقوق الانسان، الديمقراطيه وكل هذه الاشياء، وتوعيه الشباب بالقيم العالميه للعمل التطوعي، وتوفير منصه لتبادل الخبرات والدروس المستفاده، زي في مشاركه كده للافكار ما بين الشباب اللي هتكون من مختلف دول العالم، وكمان لتبادل افضل الامثله على مبادرات التطوع الشبابي الناجح، تمام، وكمان هيقدموا نماذج لبعض الشباب الناجحه وازاي طورت من نفسها، فكل ده هيساعدك اكتر على تحفيز نفسك وانك تطور من مهاراتك اكتر. طيب بالنسبة للتمويل في الفرصة دي، صراحة تمويل خرافي، كل حاجة فيها بالمجان. اول حاجة انت يعني الفرصة ممولة بالكامل، بتاخد فيها تذاكر الطيران مجانا ذهاب وعودة من بلدك الى تركيا، وبرضو نفس الشيء لما تيجي راجع. كمان الاقامة في فندق، بيكون في فندق للمتطوعين، تمام، او للبرنامج يعني المقدمين في هذا البرنامج، بيكون في اقامة فندقية مع الاقامة في الفندق، بيكون الطعام مجانا على حساب المنحة. ايضا كمان تكاليف التنزه والرحلات داخل تركيا هتكون على حساب المنحة. هيعرفك كمان بجانب البرنامج والافكار اللي هيناقشها البرنامج التعرف على حضارة تركيا. كمان لو انت بلدك بتحتاج تأشيرة لتركيا هيوفروا لك كمان رسوم التأشيرة، وهيعطوك انفيتيشن ليتر او خطاب دعوة عشان تقدر تسافر بيه بكل سهولة بدون تعقيدات او الحاجة الى حساب بنكي، تمام كده. طيب هنا ده جروبنا على الواتساب، ياريت برضو تنضموا ليه، وده جروبنا على التليجرام، فياريت تنضموا ليهم عشان توصلكم احدث المنح الدراسية. بالنسبة للدول المتاحة للتقديم في الفرصة دي، هي دول العالم الإسلامي، تمام، يعني مصر، المغرب، الجزائر، تونس وغيره من الدول، تعتبر كل الدول العربية متاحة، أي دولة إسلامية متاح ليها المشاركة في المنحة دي، تمام. طيب وده حاجة كويسة، لأن يعني مثلا لما يشارك في المنحة دول أوروبية أو يشارك دول أسيوية مش إسلامية، فده بيدي مثلا فرصة لناس من دول تانية انها مثلا تفوز بهذه المنحة، ولكن كده ان هم خصصوا المنحة لدول العالم الاسلامي، فكده التركيز بينصب اكتر على الدول العربية، وبيختاروا فئات كتير جدا من الدول العربية، تمام. طيب
هنا عندنا ملاحظات يجب الانتباه ليها، ان سنك في التقديم للمنحه دي يجب يكون بين 18 حتى 30 سنه، ما ينفعش سنك يكون اكتر من 30 سنه ولا اقل من 18 سنه. كمان الفرصه دي لا تحتاج اي شهاده لغه للتقديم فيها، مش مطلوب منك بقى شهاده لغه انجليزيه تركيه او غيره، وزي ما احنا قلنا متاحه لجميع المراحل الدراسيه من طلاب وخريجين وغيره من مختلف التخصصات. بالنسبه للاوراق المطلوبه في المنحه دي، مطلوب منك ملء الابلكيشن المنحه اونلاين بشكل ممتاز، كمان توفير صورة جواز سفر إلزامية وكتابة مقالات النية بشكل احترافي. وزي ما قلنا التقديم بيتم عن طريق ميل الابليكيشن وإرفاق الأوراق اللي احنا قلناها دي فيه. آخر معاد للتقديم في المنحة دي هو 13 يونيو 2021، يعني مش بتبقي بقى وقت طويل، تقريبا 10 أيام، فياريت ان تبدأوا تحضروا نفسكم وتملوا الابليكيشن بشكل كويس عشان الميعاد ما يعديش ويفوتكم. تمام. طيب هنا عندنا بعض الملاحظات، ان قناتنا قناة منح من كل الالوان، بتوفر خدمات اضافية زي اللي احنا بنوفر منح دراسية مضمونة القبول 100% في الصين، كمان خدمة التقديم بشكل احترافي لاي فرصة منحة انت عايزها، وخدمة تجهيز الاوراق بشكل احترافي عشان تستخدمها في التقديم بنفسك في اي منحة، وكمان خدمة التقديم على الكورسات. ولو عايز اي خدمة من الخدمات دي بتلاقيها موجودة في صندوق الوصف اسفل الفيديو ده، وكمان موجود هنا رابط خدماتنا، بتملى الخدمة اللي انت عايزها واحنا بنتواصل معاك وبنرتب معاك كل شيء. تعالى دلوقتي نروح نشوف الاعلان الرسمي للمنحة، تيجي تضغط على كلمة الاعلان الرسمي عشان يفتح معاك وتشوف كل التفاصيل اللي انا قلتها دي في الاعلان الرسمي. تمام كده، هيفتح معانا الاعلان الرسمي، وزي ما احنا قلنا اسم المؤسسة او اسم البرنامج التدريبي ده اللي هو ICYF، تمام، فوريوم او منتدى يعني، تمام، او كامب مخيم. فهيفتح معانا دلوقتي الويب سايت ده، الاعلان الرسمي هتلاقي كل التفاصيل اللي انا قلتها مذكوره هنا، تمام. السن محدد كام، هتلاقي التمويل برضو ذاكرين التمويل اللي هما بيوفروه هنا، تمام، كل ده متاح ليك، يعني كل التفاصيل متاحه قدامك من خلال الموقع الرسمي، واخر ميعاد 13 يونيو. خلينا دلوقتي نروح بقى نشوف ابلكيشن التقديم. تعال اضغط على كلمه قدم الان هنا عشان يفتح معاك ابلكيشن التقديم وتشوف ازاي ممكن تقدم للمنحه دي. برضو الابلكيشن مش معقد، ولكن كل حاجه فيه تملاها بشكل كويس وبشكل احترافي وتحط كل التفاصيل المطلوبه، ما تسيبش حاجه. تمام كده. طيب هيفتح معانا دلوقتي الابلكيشن، هو على فكره فورم فقط، يعني مش بقى بتعمل ريجستريشن وبتسجل بقى اسمك والكلام ده كله، مش بتعمل اكونت على الويب سايت، لا، هو كله فورم واحد بتملاه. فهنا زي ما يظهر قدامنا فورم واحد، تمام، بتحط هنا اسمك واسم العائلة، تمام، تحط الجندر بتاعك، جنسيتك، الدولة اللي انت مقيم فيها، تاريخ ميلادك، تحط الايميل بتاعك، تحط صورة جواز السفر بتاعتك هنا لو عندك طبعا بقى، يعني مثلا حساسية من اي حاجة، في طعام معين او اكل انت معين بتاكله لازم توضح لهم، تمام، عشان هم يتحملوا مصاريف الطعام. كمان الجامعة مثلا اللي انت بتدرس فيها او اتخرجت منها، او المؤسسة اللي انت اتخرجت منها، تخصصك، مستواك في اللغة الانجليزية ايه، لينكات مثلا بتاعتك على السوشيال ميديا، فيسبوك، تليجرام وغيره، تمام، ووسائل تواصل مع حد قريب منك في حالة تعذر الاتصال بيك. وهنا بتحط بيانات الاقامة بتاعتك، مقيم فين والدولة اللي انت مقيم فيها والمدينة، وهنا بيقول لك يعني ايه، يعني ايه الانشطة اللي انت حضرتها قبل كده، تمام، وهنا بيقول لك اشرح خبرتك في التطوع لو عندك خبرة في ذلك، تمام، ولو عندك اي اشياء اضافية، خبرة في التطوع مثلا، حضرت تطوعات قبل كده، عندك كورسات، عندك شهادات تطوعية، كل الاشياء دي بترفقها هنا، تمام. واكتب هنا الموتيفيشن ليتر اللي عايز تنضم للكامب ده او للمخيم ده، وايه هي خلفيتك واهتماماتك والحاجات الانشطة اللي انت بتعملها، تمام. وبيقول لك مثلا هل واجهت اي مشكله مثلا في التطوع قبل كده، تحاول توضح ليهم يعني خبرتك في التطوع، هل واجهتك اي مشاكل وتحليت المشكله دي ولا لا، تمام. بس كده. فبتحدد بقى هنا، بتختار اقرب مطار ليك عشان تطلع منه لو اتقبلت في المنحه، وبتوافق بقى على الشروط والاحكام بتاعت المنحه، تمام، بتعمل هنا علامه صح علامه صح، وبعد كده بتضغط على كلمه قبلينا، ولما بتضغط عليها يبقى انت كده قدمت بنجاح للمنحه، تمام. فكده شرحنا كل التفاصيل، المنحة منحة ممتازة جدا، ما تنسوش خدماتنا الإضافية والتقديم بشكل احترافي لو حابين تقدموا على الفرصة دي من خلالنا، وآخر ميعاد 13 يونيو 2021، وإن شاء الله بإذن الله يكون بالتوفيق والقبول ليكم في المنحة دي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.